بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة زيروكس فيزر 6180 من شركة زيروكس قلنا. اوكي، الطابعة هذه إذا طبعنا عليها ديمو بيج أو الكونفيجريشن بيج، زي ما احنا رايحين زي ما احنا شايفين نحصل. طبعا إذا بنلاحظ نقاط خطوط في الورقة، نلاحظ كيف نقاط وخطوط، خطوط على كامل الورقة بتكرر. اوكي، نفس الشيء طبعا من الكمبيوتر، نلاحظ النقاط والخطوط نفس الشيء موجودة على الورقة. نلاحظ قبل ما نبدل نقول الأحبار بتاعت الطابعة، الحبر لانه بيجي مع الدرم في هذا الموديل، ممكن اول شيء نقوم بعملية تنظيف للدرمات وبعدين نشوف النتيجة. وهذا الطابعة طبعا كان فيها مشكلة في سحب الورق، راح نشوف شلون نشيل الرولة او نبدلها اللي بتسحب الورق، او نقوم مثلا بغسلها حتى ترجع نظيفة. طبعا لان الطابعة طبعت اعداد كبيرة من الورق، فالرولة بتصير احيانا عليها باودر ابيض ما بتسحب الورق، بحاجة للغسيل. لو فتحنا الطابعة من الجنب وشفنا نلاحظ ان الخط موجود على البلت، كمان هذا البلت موجود عليه نفس الشيء الخط. اذا بنلاحظ موجود خط طولي وخط خطوط عرضية موجودة على البلت، فممكن نقوم تنظيف البلت. هاي الخط العرضي إذا بنلاحظ، هذا كمان خط هني، في خط طولي صاير على طول البلت، هاي الخط طولي ضعيف، فممكن نقوم تنظيف البلت وتنظيف للدرمات. طبعا هذا الحبر بيجي مع الدرم. خلنا نطلع الأحبار للخارج ونقوم تنظيفهم. قطعة قماش مبللة قليل بالماء، خلينا ننظف البلت في مكانه زي ما قلنا، قطعة قماش مبللة قليل بالماء. طبعا البلت ممكن من هذه هذا الجير، ممكن نقوم بلف البلت حتى ننظفه من جميع الجهات. نحاول نضغط فقط على المنطقة اللي قريبة من هاي الجير فقط، ننظف أو الضغط. ننظف الدرمات بنفس الطريقة، ونركز على الدرم اللي ايش اللون تاعه ظاهر على الورقة. اذا اللون الازرق بنركز على اللون الازرق. نفس الشيء من فور الدرم من هذا الطرف حتى ما نبدل. طبعا الاحبار زي ما قلنا الحبر والدرم هون بيجي ثمنهم مرتفع الاصليين، فما نبدلهم مباشرة. أول شي نقوم تنظيف الدرم. أوكي، ممكن تنجح العملية ونوفر على نفسنا. نقوم تنظيفهم كاملين وبعدين بنجرب. ممكن كذلك نقوم تنظيف الطابعة من الداخل، وخاصة الكونكترات كامل، أي شي ميتل في الداخل. اوكي، ممكن نقوم تنظيفه. اوكي، يعني ممكن نستخدم البلور برضو بعد ما كنا شايلين الاحبار، ونقوم بنفخ الطابعة من الداخل اساس اذا فيها اي وسخ من الاحبار المتطايرة تنظف الطابعة من الداخل لاستخدام البلور انفاخ الهواء. طبعا الرولات برضو عندنا
الرولات السحب اذا بنلاحظ لونها شلون صار ابيض. اوكي، وهذه الرولات اخرى، فممكن نقوم تنظيفها طبعا من شيل الدرج تاع الورق. اوكي، طبعا من هاي الرولة بنحاول نفرها حتى ننظفها من جميع الجهات. كمان شوي راح نشوف الرولة الرئيسية شلون كمان نقوم بعملية تنظيفها. نحاول دائما ننظف هذه الكونكترات، هذه الكونكترات في كونكترات أربع كمان في الأمام إذا بنلاحظ أربع، ممكن كمان نقوم عملية تنظيفهم. بالنسبة لتنظيف رولة سحب الورق، طبعا بالدرج كمان في عندي أكثر من رولة، هاي في رولة هي ممكن ننظفها، وهذه في رولة كمان في الدرج ننظفها. أما بالنسبة للرولة الأساسية موجودة على الدرج، فنشيل الدرج، نخلي الطابعة على جنبها الأيسر. أوكي، في كليب إذا ملاحظ، نفتح هذا الكليب للخارج، نرفع الترس، بعدين نرفع الرولة للأعلى. الآن من السهولة إنها الرولة تفر معانا، ونخرجها بالطريقة هذه. لما نرجعها نرجعها بنفس الاتجاه، ننتبه على الاتجاه العلوي هذه غير عن الاتجاه السفلي، نفس الطريقة نفرها. لما نرجعها طبعا أول شيء بدنا نغسلها الآن. أوكي، ونقفل عليها. هذا بالنسبة لعملية فكها وتركيبها. خلنا نفك ونغسلها. نوقف الفيديو شوي عمال ما نغسلها ونجففها. اوكي، غسلنا الرولة، جففناها بقطعة قماش ما نخلي عليها مي مبدئيا. اوكي، نرجعها بنفس الاتجاه زي ما قلنا. اوكي، ونقفل عليها. بس بالنسبة لعملية تبديل الرولي وتنظيفها إذا بنبدلها أو ننظفها. طبعا تنظيف الرولي دائما يغني عن إيش تبديلها، لأن الرولة هاي ما شاء الله كبيرة وقوية. بعد ما نظفنا الرولي خلينا نطبع عليها من خلال المنيو. أوكي، فورميشن منيو نقول له أوكي، منيو ماب في عندنا ولا ديمو بيج، خلينا نطبع الديمو بيج. الاسم طبعا ممكن كونفجريشن، خلينا نطبع الديمو بيج. كل شيء موجود، هاي الديمو بيج، نقول له طباعة اوكي. خلينا نشوف شلون الجودة. طبعت لنا الورقة، المشكلة أقل شوي صارت، الخطوط ضعيفة صارت، ولكن ما زالت موجودة. في الحالة هذه لازم نقوم بعملية تبديل للأحبار، أو نستخدم الطابعة بهذه الطريقة إذا ما بدنا جودة عالية حتى نستفيد من الأحبار. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.